لا لا، انا اسمي سوسو. ف جدتي بقى يعني كنا ساعتها في البيت عند جدتي، فبتقول لي اه ده فعلا حصل، وانا عيطت ما رحتش المدرسه 3 اسابيع واكتئبت وبتاع، ما عرفت ان انا اسمي ست الحسن. فدي كانت فشل منها، فشل مني. وبعدين مصيبه ان انا بحس ان انا مش عارف اسم جدتي التانيه. جدتي التانيه اسمها سونا برضه، لا سونا، كله بيقول لها سونا، بس قشطة هي كانت عارفة اسمها. ف أنا طبعا أحرجت اللي هو أروح سونا وأنت اسمك ايه؟ فقلت فاكس أسأل أبويا، قلت برضه فاكس يعني مش هروح أقول أمك اسمها ايه، قلت فاكس يعني. فرحت لأختي، أختي ما عرفتش، فقشطة أدي واحدة تالتة فشل. فقلت اه احنا بقى احنا قرايبنا من بعيد قوي يعني بنقابلهم كتير. فروحت بقى سألت واحد غشيم اسمه ايمن، هو قريب من بعيد بس هو غشيم، فبسأله هي سونا اسمها الحقيقي؟ قال لي انت متعرفش. قلت له لا، انضربت. قال لي انت فعلا متعرفش؟ قلت له والله مبهزرش، انضربني تاني. قمت قايل له طب يعني كفاية ضرب ورد على السؤال. قال لي جدتك اسمها محاسن. قلت له قشطة، ما فشلت تاني. قشطة. تامر ما قالش حاجة. وكمال وصاحبه اسمك ايه؟ ورامي. انا اسمي تامر. تعبت كده من الزحمة في الشوارع، ففي يوم من الايام قررت ان انا همشي الناس في حدث، فطلعت على كوبري 6 اكتوبر، اخدت معايا رافته كبيره اول مكتوب عليها امشي في حدث، ومعايا قمع اللي هو البرتقال هنا، وقفت لهم في الحته اللي هي فيها حالتين الناس بتمشي فيها 3، عشان الناس دي اكتر ناس بتعمل زحمه، وخليت اتخنقت منهم وجبت اخر منهم، فقررت ان انا همشيهم غصب في حياتهم. فطلعت على كوبري 6 اكتوبر في عز الحر في عز الزحمه الساعه 4:30 العصر يوم 24/7/2012، خدت معايا الحاجات دي كلها، طلعت بالموتوسيكل بتاعي اللي واقف ده، انا مش عارف هو لسه اتسرق ولا لسه. وبعدين موجود طب الحمد لله. وقفت كان حته في الحته في الرصيف اللي في النص متشرف، دخلت كان فيها الموتوسيكل بتاعي، واستنيت اول ما الشارع اتزحم، رحت جاي واخد القمع ودخلت في نص الشارع حطيته في النص، ووقفت بعدها بشويه رفعت اليافطه بتاعتي اللي هي مكتوب عليها امشي في حالتك. وطبعا اول مره في حياتي اشوف الناس بتمشي في حالتك عشان انا عايز امشيهم غصب، فهم فعلا مشوا ونجحت في كده. بس اللي انا فشلت فيه في يومها دي ان جالي ظابط وسب لي الدين وما عرفتش اخد حقي. فبس اظن ده نجاح اكتر. بس الفشل ما ينفعش اخد حاجه. بس شكرا.